السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. نادي الاهلي النهارده بعد العوده من الامارات على طول، كولر اصر ان هو يبدا استعداداته للقاء الداخليه اللي هيكون يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. كولر اصر النهارده ان اللعيبه على طول اول ما تنزل من الاتوبيس تاخد التدريبات النهارده للعب الماتش بتاع امبارح. عملوا تدريبات استشفائيه، بقيه اللعيبه عملت تدريبات لرفع مستوى الحمل البدني عندهم عشان يبقوا جاهزين للمباراه الجايه، ويبقى اللعيبه كلها في نفس مستوى اللياقه، يعني مستوى اللياقه يكون ثابت سواء اللي شارك او اللي ما شاركش، يتم رفع مستوى اللياقه بتاعتهم عشان يبقوا جاهزين للمنافسات بتاعت النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. ده بالنسبه لتدريب النادي الاهلي النهارده. قلنا قبل كده محمد عبد المنعم هيغيب عن مباراة الداخلية، وده أول غيبين عشان هيعمل عملية في الأنف. نتمنى إن شاء الله إن هو يقوم بالسلامة ويرجع في أسرع وقت تاني للنادي الأهلي. الحاجة التانية وهو شيكابالا. شيكابالا معروف أي مباراة الأهلي والزمالك لازم شيكابالا يروح معيط، سواء بقى خسران لازم يعمل مشاكل. كل مباراة ما بين الأهلي والزمالك لازم يبقى فيها مشكلة، وفي لازم يبقى في شيكابالا في الموضوع. امبارح شفنا خناقة شيكابالا مع علي معلول والكلام اللي حصل، كمان حسين الشحات قال ان شيكابالا شتمه، وهو اصلا ما كلموش ولا قال له اي حاجه، وهو اتفاجئ ان هو بيشاور له في المقصوره وعمال بيشتمه وخلاص، ولك انا متفاجئ ما اعرفش بيشتمني ليه. ده اللي حصل مع حسين الشحات. طب هل شيكابالا هيتعرض للايقاف ولا حاجه؟ ده هيعتمد على مراقب المباراه. مراقب المباراه لو كتب في التقرير بتاعه ان شيكابالا اعتدى على احد لاعبي النادي الاهلي، او ان هو شاور لجماهير النادي الاهلي على الحذاء بتاعه او كلام من ده، المفروض ان هو يتعرض لعقوبه ماليه او ممكن يتعرض لايقاف عدد من المباريات، وطبعا حدث ولا حرج في الايقافات اللي بياخدها شيكابالا قبل كده. كمان عمرو اديب طلع امبارح وبدا يتكلم على موضوع شيكابالا، ويقول لك المفروض ان شيكابالا لازم يبقى قدوه ومثل، وان هو لازم يطلع يستلم الميداليه، وما ينفعش ان هو ما يطلعش يستلم الميداليه، وان هو ما يحضرش مراسم التتويج، وان المفروض يبقى قدوه لزمايله. وطبعا مش عارف مجلس اداره نادي الزمالك هيوقع عليه عقوبه عشان ما عملش الموضوع ده ولا لا. وهنا في تعقيب، بس نادي الزمالك هيوقع عليه عقوبه في ايه؟ هو بيقبضه اصلا؟ هو شيكابالا اصلا بيلعب ببلاش في الزمالك، ما بيقبضش، فبالتالي هيوقع عليه عقوبه من هنا، هيدفع الراجل من جيبه كمان. فهنستنى بقى تقرير مراقب المباراه نشوف هل كتب حاجه ضد شيكابالا ولا الموضوع هيعدي كده وخلاص. في النهاية ما تشترك لك الفيديو لا تشترك في القناة. سلام.